15 تموت في واحد أسعفني و15 تموت ما بعرف الشخص هذا روح قالوا الأهلين وصوبت وهيك ما بعرف. أنا شفت خلاء العسكر عم صوبوا الخلاء يعني بيجي كم شهيد وجمي شفته أنا كم شهيد كم مصوب صوبوا. أنا أحمد زير من سوريا من حلب يعني صار الأحداث جيت تركيا شفنا أردوغان بيحكي على التلفزيون رحت أنا وأبوي وأخوي عم أخوي خاف شوي أبوي رجع البيت أنا ما رجعت دحمت لعند دبابات دحمت عم جيتني شظيب إجري سويتها عمليتين عمرت 28 أنا نهار 15 تموت في واحد أسعفني و15 تموز ما بعرف الشخص هذا روح قالوا الأهلين وصوبت وهيك ما بعرف. أنا شفت خلاء العسكر عم صوبوا الخلاء يعني بيجي كم شهيد وجمي شفته أنا كم شهيد كم مصوب صوبوا. نحن نزلنا الشارع يعني هون نحن مستركلين هون يعني هون بلدنا هون يعني عشان هيك نزلنا عشان الله يحمي هالبلد وهيك. انا يعني سوري بس معتبر انه كمان انه هيك انا مشان اتراك انه اهلي عايشين هون والسوريين عايشين هون مشان هيك انا نزلت. الوسام هذا اعطاني اردوغان موقع عليه اردوغان بس اعطاني قبل ما يصير وزير داخليه علي اركايا اعطاني اياه. هن اعطوني اياه لانه انا مصوبه ب 15 تموت لكل الكازيين اعطوني اياه. لا انه انا لتركيا كلهم اخواتنا وهيك يعني بصير عليهم كان صغار علينا.